قطارات سريعة ومكوكات فضائية وقطارات جبلية مائلة، تبدو جميع هذه الأشياء مألوفة لنا، ولكن هنا على الجانب المشرق قلة من الناس يعرفون أن هناك أشياء أخرى موجودة، تلك الأنواع الأخرى من وسائل النقل التي لا يمكن أن تتخيلها سوى في أجمل أحلامك. ماذا عن القطارات التي تعمل بطاقة النفاثة؟ أو الدراجات الهوائية التي تحتوي على آلات للخياطة؟ ألا تصدقني؟ اسمع، أمي لا تصدقني أيضاً، ولكن لنلقي نظرة بجميع الأحوال. هابل هابل، تشتهر الفلبين بسيارات الأجرة التي على شكل دراجات نارية، والدراجات ذات العجلات الثلاثية ومركبات الموتورولا، ولكن مركبة هابل هابل متميزة عن غيرها كثيراً. يمكن للدراجة النارية العادية أن تحمل السائق وأربعة أشخاص كحد أقصى، حتى لو أرفق إليها مقعد جانبي، ولكن هابل هابل دراجة محلية الصنع وخطيرة جداً، وقد عدلت بطريقة تمكنها من حمل 12 أو 13 راكباً، فإما أن يوضع لها امتداد للمقعد من الخلف أو ترفق إليها عارضة خشبية بشكل حرف T بالإنجليزية ليجلس عليها الركاب. حظر استخدام هذه المركبة حالياً في البلاد، ولكن المنظر يستحق المشاهدة فعلاً. لذا إن طلبت في رحلتك بعض الطعام فيمكنك الأكل على الهابل هابل. 2. آيس أنجل، هذه السيارة عبارة عن نصف قارب ونصف عربة جليد، وهي وسيلة النقل الوحيدة في فصل الشتاء إلى جزيرة مادلين، أكبر جزر أباستل في بحيرة سوبيرير. لن تواجه مشكلة خلال الأشهر الدافئة باستخدام السفن العادية، ولكن عندما تتجمد المياه تظهر الحاجة لاستخدام آيس أنجل. تملك هذه المركبة البحرية مراوح هوائية في الجزء الخلفي منها، مع عجلة أمامية وزلاجات على طول جسم السفينة لتوزيع الوزن بالتساوي على الجليد. بالمناسبة، لهذه السفينة اسم آخر، ولكنه مأخوذ أيضاً من وسيلة نقل غريبة. 3. السيارة الريحية، انطلق رومون ليرماندي مستكشف القارة القطبية الجنوبية في رحلة استكشافية أخرى في ديسمبر لعام 2018 مع فريق مكون من 4 أشخاص هو من بينهم، وكانت وسيلتهم للنقل هي السيارة الريحية. يوحي اسمها بوصف واضح لها إلى حد كبير، إنها زلاجة تدفعها الرياح، فكرة ذكية. وضع المستكشفون خيمتين كبيرتين على طرفي الزلاجة، ووضعوا معداتهم إما بداخلهما أو بينهما، ولكن لا تملك وسيلة النقل هذه أي مراوح، بل تدفع الرياح المزلجة بمساعدة طائرات ورقية. 4. باص برمائي، هذه حافلة فريدة من نوعها تسبح لتعبر مياه نهر ماس في روتردام في هولندا. أما على اليابسة فليس بها شيء مميز، هي كالحافلة السياحية العادية التي تجوب المدينة ثم تدخل إلى النهر، وهذا ما يجعلها مميزة. يجب أن تحل الحافلات البرمائية محل العبارات التقليدية التي تقطع نهر كلايد في اسكتلندا، ولكن لم يتم هذا بسبب مشاكل تقنية. وفي خضم الحديث عن النقل البري الذي يجتاز الماء، إليك العكس تماماً. القارب البري، ليس واضحاً إن كان هذا القارب موجوداً بالفعل أم لا، ولكن تم وصف هذه المركبة الغريبة في مجلة Popular Science في إصدار إبريل عام 1924. يقال أنه قارب بمقعدين مع ذراعين، استخدم كمجدافين يمكن لأي من الركاب التجديف بهما أو التقدم به بضعة خطوات للأمام. لحسن الحظ لم يستعمل هذا القارب كثيراً بسبب انتشار السيارات. 6. قطار الخيزران، لا، ليس قطاراً مصنوعاً من الخيزران، يطلق عليه في كمبوديا اسم النوري، وهو في الأساس منصة على عجلات تسير على القضبان في المناطق التي يصعب الوصول إليها. لا تذهب القطارات العادية إلى تلك المناطق، وهذه الوسيلة طريقة رخيصة وسهلة للسفر في البلاد. احرص فقط ألا تسقط نتيجة السرعة، حيث يمكن أن تصل سرعة النوري إلى 48 كيلومتر في الساعة، مما قد يتسبب في حادثة سكك حديدية فظيعة. 7. كوكو تاكسي، يرجع أصل هذه المركبة الغريبة إلى كوبا، ولهذا اسمها قريب من جوز الهند الذي تشبهه شكلاً أيضاً. إنها في الأساس دراجة بقوقعة مصنوعة من الألياف الزجاجية والبلاستيك ومقعدين، أحدهما للسائق والآخر للراكب. هذه الدراجة رشيقة وسريعة ورخيصة نسبياً، رغم أنها صنعت بشكل أساسي من أجل السياح. 8. الماتاتو،
حافلة مبهرجة بأجمل حلة. تعتبر حافلات الماتاتو وسيلة النقل العام الأقل كلفة في نيروبي عاصمة كينيا. هذه الحافلات الملونة ذات الموسيقى الصاخبة في الداخل بالكاد تعتبر قانونية، ورغم ذلك فشلت كل المحاولات لحظرها، فببساطة خيارات الناس الأخرى في التنقل محدودة، ولنعترف بصراحة هي بحد ذاتها معلم سياحي. هاكونا ماتاتو. 9. عربة أطفال تعمل بالغاز. ظهرت في عشرينيات القرن الماضي لفترة قصيرة عربات أطفال غريبة تعمل بالغاز بسرعة تصل إلى 6 كيلومتر في الساعة، كسرعة الهرولة على مهل. بدت تلك العربات كعربة أطفال عادية، ولكن كان سائقها يقف على مسندين للقدمين متصلين بعجلة خامسة مزودة بمحرك. قد تكون تلك العربة ملائمة، ولكن أتخيل السبب في عدم نجاحها، وهو النار الصادرة عن المحرك. أطفال مساكين. 10. قطار يعمل بطاقة النفاثة. هل تساءلت يوماً عن السبب في عدم قدرة القطارات على استخدام المحركات النفاثة كما هو الحال في الطائرات لتتمكن من التنقل بشكل أسرع؟ حسناً، في خمسينيات القرن الماضي فكرت العديد من الدول بهذه الطريقة، فقامت باختراع قطارات بمحركات نفاثة وضعت فوقها، وبالفعل سارت القطارات بشكل أسرع، ولكن اتضح أن كمية الوقود التي أحرقتها تفوقت على جميع المزايا الأخرى، فقد بلغت تكلفة الرحلة الواحدة مبلغاً طائلاً، لذا تم إلغاء المشاريع، ولكن لم تكن هذه المحاولة الوحيدة لجعل القطارات بسرعة الطائرات. 11. القطار الطائر. بالعودة إلى ما قبل اختراع المحركات النفاثة، اقترح جورج باني، تذكر هذا الاسم، فكرة غريبة نوعاً ما، فقد صنع نموذجاً أولياً لطائرة بدون أجنحة فوقها خط أحادي ومثبتة بقضبان السكك الحديدية في الأسفل، ومكنت المروحة الأمامية المزودة بمحرك القطار الطائرة من الوصول إلى سرعة 195 كيلومتر في الساعة. ولكن للأسف وعلى الرغم من أن فكرته الثورية لاقت اهتماماً كبيراً في جميع أنحاء العالم، إلا أنها لم تجد التمويل الكافي وأغلق المشروع. كانت تلك خسارة لباني وللطائرات أيضاً. وفي السياق ذاته عن 12. دراجات نارية تعمل بالطاقة النفاثة. بدا هذا الشيء الذي اخترع عام 1949 أشبه بدراجة هوائية ذات أنبوب عادم ضخم أكثر مما لو كانت دراجة نارية، ولكنها وصلت آنذاك إلى سرعة مذهلة تصل إلى 110 كيلومتر في الساعة. أما السبب في إخفاقها فكان ذاته تكاليف الوقود. على أي حال، في عام 2019 قدمت إحدى الشركات التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها دراجتها النارية النفاثة القادرة على الطيران، وهذا يرفع الرهانات كثيراً. إن كان لديك مبلغ فائض يبلغ 380 ألف دولار فيمكنك أن تختبرها بنفسك. هل يريدها أي أحد؟ 13. دراجة العائلة. يعرف هذا الشيء باسم جوفي بايك، أي دراجة المهرج، ومما لا شك فيه أن لها من اسمها نصيب، وقد اخترعت على يد تشارلز شتاينلوف عام 1939 وكانت الوحيدة من نوعها. يمكن لجوفي بايك حمل عائلة مكونة من 4 أشخاص، ولكن ربما كانت الميزة الأكثر غرابة بها هي آلة الخياطة في مركز هذه الآلة الغريبة. 14. دراجة الكلاب. هل سمعت بزلاجات الكلاب؟ حسناً، في عام 1939 أيضاً فكر مدرب الكلاب زي ويجز البالغ من العمر 80 عاماً أن الوقت قد حان لتطوير زلاجة الكلاب، فقام بصنع دراجة الكلب المتحرك. بدا الكلب في العجلة كالهامستر، فقد كان السائق يتحكم في المركبة بينما يجري الكلب خلفه في عجلة ضخمة، مما يؤدي إلى توليد الطاقة. أثبتت الفكرة أنها غير عملية لأن الكلب لم يتمكن من إنتاج ما يكفي من الطاقة للتحرك أكثر من بضعة أمتار. مهلاً، ماذا عن تعليق قطة أمام الكلب ليتشجع أكثر؟ هل جربوا ذلك؟ 15. تشيفا إكسبرس. إن كنت تحب ركوب القطار بنفس راحة ركوب الحافلة فلا تبحث عن مكان غير الإكوادور. تشيفا إكسبرس عبارة عن حافلة على سكة حديد ومجهزة بكل ما قد تحتاج إليه، بما في ذلك الحمام والبار، ويمكنك أن ترى من فوقها تقريباً البلد بأكمله. يدعى الركاب للتسلق نحو السطح من أجل الاستمتاع بالمناظر. 16. القطار المعلق. هل تذكر القطار الطائر؟ ربما كان مستوحى من هذا الشيء،
ظهر أول قطار معلق في الأساس في فوبرتال الألمانية قبل 120 عام، حيث تتحرك العربات على السكة الحديدية فوق الشوارع، ومع ذلك لم تكن سرعته عالية ولكنه يستحق المشاهدة. 17. داينوسفير. كانت هناك عجلة ضخمة يجري بداخلها ديناصورين. مهلاً، ليس ديناصورات؟ عذراً، صفحة الخطأ. على أي حال، لا تزال الداينوسفير عجلة ضخمة، ولكن يوجد بداخلها سائق ينحني للجانب للرؤية أمامه. يمكن للعجلة الوصول إلى سرعة 48 كيلومتر في الساعة، على الرغم من أنني لن أخاطر شخصياً بركوبها. لم يكن لهذه المركبة سوى نموذج أولي ناجح، حيث لم تنتج بكميات كبيرة، ولكن لا يمكن قول الشيء ذاته عن قريبتها. 18. دراجة العجلة. تشبه هذه الدراجة إلى حد كبير الدراجة الهوائية الأحادية العجلة، وكانت ولا تزال وسيلة نقل منتشرة إلى حد ما. تملك هذه الدراجة عجلة واحدة كبيرة، ومن هنا اكتسبت الاسم. يجلس بداخلها السائق ويدوس بالدواسات تماماً كما هو الحال بالدراجة العادية. أما العجلة فهي رفيعة إلى حد ما، لذا لا تحتاج إلى الانحناء لرؤية ما هو أمامك. ويمكن لدراجة العجلة التي تعمل بالمحرك أن تصل إلى سرعة تبلغ حوالي 100 كيلومتر في الساعة، وهذا ليس بالأمر الهين. كان هذا كل شيء، وكما يقول المثل، إن لم تنجح في البداية حاول مجدداً ثم انسحب. أنت لا تريد الظهور بمظهر الغبي. حسناً، إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فاضغط على زر الإعجاب لهذا الفيديو وشاركه مع أصدقائك، وستجد هنا المزيد من الفيديوهات الرائعة التي ستنال إعجابك. ليس عليك سوى النقر يميناً أو يساراً والبقاء في الجانب المشرق من الحياة.